السلام عليكم، كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن حال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الغداء خفيف ظريف. انا حتى لاخر لحظه عاد يعني عاد وجدته، وكيف ما كتشوفوا هنايا كانوا عندي ديفو فيلي واجدين يعني في الثلاجه. جبتهم غسلتهم مزيان، خليتهم حتى قطرو، ابخي خديت مليحه ودرت لهم ملحه والبزار صافي، وخليتهم هكا غادي يشربوا. ومن بعد غادي نبدا ان شاء الله نصوب في سلطة. انا من قبل درت البطاطا والخيزو والباربة، درتهم في البوطه يتسلقوا باش يعني نسرع الفيديو ما نعطلش عليكم. هنا كما كتشوفوا درت الفقوس و الخس ومطيشه صافي. غادي ندير فيهم شويه الملح و غادي ندير الخل اولا الحامض. انا كندير هذا الخل هذا صافي، وغادي ندير شويه د الابزار. صافي غندير زويته بلديه معاها وغادي نخلطها. هنايا انا حيت بطاطا سلقتها حيت مزروبه، زعما ما وجدتش هادشي بكري. صافي درت غير بطاطا وغسلتها بالماء، ماشي غسلتها يعني، ملي صفيتها من الماء خويت عليها الماء بارد، درت عليها هاد الثلج هكا صافي. والباربه حتى هي جبتها من زعما من الكوكوط، درت لها الماء حتى هي بارد باش تبرد لي واحد شويه باش ما نحطهمش. من بعد ما قطرات مزيان هنايا درت هاد لاصوص، هادي درت فيها شويه ديال المعدنوس، درت فيها الخل، ملحه، بزار، ودرت معها واحد شويه ديال المايونيز. هادي هي اللي غادي ندير في هاد السميتو كاملين في هاد الخضره اللي درت صافي. وغادي نخلطها مزيان ونحطها. كما كتشوفوا الباربة حتى هي بنفس الطريقه، غادي ندير فيها واحد شويه. البنات علم غادي نكمل التصويب ديال لاصالاد. انا درت هادو لي زاباري ديال البانيني باش نتعاون بهم دغيا باش نطيب هاد لي فوفيلي. انا غادي نديرهم غير في لاباري هنايا ديال البانيني، ما غاديش نديرهم لا في زيت لا والو، وما بغيتش نديرهم في الفران يعني دغيا في لاباري غادي يطيبوا بحال غادي يتشواو. لاصالاد حطيتها هنا، حطيت هنايا درت مايونيز، هذا مايو كاتشوب، وشويه ديال الزيتون. صوبت درت لهادي الميه صغير هكا بوحدها، هذا الفخوماج، هذا زعلوك ديال الدنجال صافي. وهنايا يعني البطاطا والباربا وخيزهم بعد ما شرملتهم صافي، حطيتهم غير فحال هكا صافي. وغادي نطيب هذاك الفوفيل من بعد ما سخنوا لاباغاي كما كتشوفوا هكا. بعد هنا راه طاب، انا غادي نحيدو من هنايا، باقي غير هاد الطريف هذا ما طابش. انا غادي نحيدو من هنا وفوق البوطه دايره مقله كتسخن، غادي ندير فيها زبيده وغادي نحطهم باش فحال غير غادي يتحمر. حيت كما كتشوفوا هنا كيطلق الماء، ها نتوما الا شفتوا لاباري هنايا راه عامره بالماء. انا هنايا غير طيبته وغادي نشحرو هكا في الزبيده. صافي كان هذا هو غدانا السريع جدا كما وريتكم هنايا داكشي قبيله. غير بالنسبه هنايا لي فوفيلي هادو هما اللي حمرت في الزبيده، وهادو كما طيبتهم في لاباري ديال البانيني حيت انا ممنوع ليا ناكل الزبده، دايره ان ريجيم صافي. وبالنسبه للخبيز هذا خبيز ديال الدار صافي. كان هذا هو غدانا، نتلاقاو من بعد. فهنايا من بعد ما تغدينا وجمعت الطبله، المهم جمعت شويه صافي، خرجت بنتي واحد شي شويه قلنا نمشيو للمحمديه. و
فقلت علاش لي ما نشاركش معكم هاد الخريجه، واخا ما غادي نمشي بصراحه لحتى شي بلاصه. صافي حدي غادي نديها لواحد لا ريزيدونس، غادي تعوم واحد شويه صافي، ومن بعد غادي نرجعو ان شاء الله للدار. كما كتعرفوا اليوم الحد والاثنين ان شاء الله غادي تكون القرايه، فما كاين لاش ما كاين لاش زعما نرجعو معطلين ان شاء الله. بحرا عاوتاني نرجع ندوش لها وهكا تنعس بكري ان شاء الله باش تساعد للصباح. دودو دودو كام صافي. البارح في الليل رجعنا شويه بكري، دوشت البنتي ونعسات هنايا كما كتشوفوا الصباح، فقت مع 7 الصباح صافي. كما كتعرفوا الفياق ديال الصباح بحر النهار، نوجد البنتي فطورها وغداتها ونوجد زعما كل شيء، عاد كنفيقها هي. صراحه الصباح كيكون زوين، الانسان كل ما فاق بكري كل ما كيستفد من النهار احسن من الواحد يبقى يعني حتى للدقيقه 90 عادي يبقى يوجد. انا هنايا كما غادي تشوفوا اول حاجه غادي نبدا بها نصوب لها بعد الغدا. غادي ندير لها غير بانيني بالهوت دوغ. بزاف منكم غادي يقولوا لي لا الهوت دوغ ما مزيانش للدراري الصغار، ولكن راه ماشي ديما كنعطيها. هاد المرات من كتشهر غادي ندير لها كما كتشوفوا هنايا الخبز ديال البانيني، غادي ندير لها معاه الهوت دوغ مقطع صافي. وغادي درت لها هذا مايو كاتشوب صافي، وغادي ندير لها فرماج ونديرو في لاباري ديال البانيني ونديرو لها تحرس. باغي انا هنايا قبيله درتها باش دغيا يطيب صافي. وغادي نديرو هنا خاصني نخليه يطيب وندوز لحاجه اخرى. انا دايره البطاطا كتسلق باش غادي ندير لها صابط غير البطاطا والمايونيز، حتى شويه ديال الطوكشات شويه ديال الخيار حيت عزيز عليها الخيار. وغادي ندير لها سلطه دو فروي، ندير لها غير بنانه صغيره مع نص تفاحه صافي. وغادي نديرهم في هاد لابواط حيت ملي كنعطيها دو فروي هكاك صحاح صراحه ديما ما كتاكلهمش، اولا كتاكل ما كتعدى غير عدوده من التفاحه ولا كتخليه بما دي فوا البنان كتجيبو ليها هكا مع الفج ما كتستافدش منه كاع.
وليت كندير لها غير بحال هكا، كنحط لها غير بنانه صغيره ونص تفاحه، كيبقى على حسب لي فخوي اللي كاينين كل نهار ورزقو. وبالنسبه لي فخوي ملي كيكونوا عندي لازونج كندير لها فوق منهم جو دورانج، ملي ما كيكونش عندي كندير غير هكا معلقه ديال سنيده من الفوق، هي باش ما كيكحلوليش ما كيكحلولهاش لي فخوي ملي كتاكلهم، كيبقاو هكا في لونهم وكيجيوهاش بحال شويه معسلين. صافي، الا عندكم لازونج كديروا معاهم جو دورانج كيجي احسن. نخليها لها بحال هكا تنطلق، كيما شفتو انا درت لها غير نص تفاحه وبنانه صغيره، حتى وليت حليت الثلاجه وكتكاين هاد الياغورت هذا الصغير، صافي قلت علاش ما نزيدولهاش هكا من الفوق. الا كنتو غديرو هكا ياغورت ولا شي حاجه دو بريفيرونس زعما بلاش هاديك سنيده اللي درت انا في الاول، كاين انا دابا صافي بوغ مو سي ترو طار. ها نتوما زدت لها غير هذاك الياغورت، صافي غادي نخلطو لها هكا. انا بنتي كتعجبها كتعجبها لسالاد دو فخوي. صافي هنا غادي ندوزو للفطور، الفطور غادي ندير لها الخبز ان كومبلي مع فخوماج، غادي ندير لها مسيس، هادي راه غير خبيزه صغيره، غادي ندير لها معاها فخوماج، وغادي ندير لها هاد القرعه هادي غادي ندير لها الحليب بالشكلاط. صافي هذا هو فاش غادي تفطر في لاكول. انا بنتي ما كتفطرش في الدار، في اون فوا كتوصل لاكول لا ميتريس ديالها كتبزز عليها تفطر، فكنصيفط لها الفطور و اون ميم طون عاوتاني كنصيفط لها حتى الكوتي، كتمشي مع 8:30 كتفطر ومع العشرة ملي كيديرو الوليدات الكوتي عاوتاني كدير الكوتي معاهم. الكوتي كنعطيها غير شي ياغورت ولا فخوي عاود الا ما الا باقي عندي لا فخوي ولا كل مرة شنو كنعطيها في الفطور في الكوتي. بالنسبة لواحد الحاجة، انا بنتي ديما كنخلط لها لا كريم فريش مع الحليب، حيت صراحه الحليب ما كيجينيش كونسونطري، كيجيني فحال ميه زعما، واخا ناخذ لها اي زعما اي مغ كيجيني ميه، فديما كنزيدها واحد شويه ديال لا كريم فريش كما شفتوا بحال هكا. صافي وغادي نزيد لها عليه هذا الشوكليت وغادي نخلطو، ما غاديش نسخنو لا غادي نخلي لها بارد. الساندويتش ديك مطاب غادي نقسمو لها غير هكا في النص، شفتو هاد لابوط فيها دو بارتي. هنا غادي ندير لها البطاطا مسلوقة، صافي هادي انا خليتها باش تسهل لي فين غادي ندير. وهنايا البطاطا درت لها قزبور بلوتو مدنوس مايونيز مليحة وبزار، صافي غادي نخلطها.
صافي، كان هذا هو يعني الفطور والغداء ديال بنتي. كما قلت لكم هنايا بطاطا مسلوقه، هذا البانيني، خيار، سلطه فخوي. الفطور درت لها الحليب بالشوكولات وخبيز بالفرماج وشويه ديال الكركاع. العشيه درت لها غير ياغورت وهذا وان بيسكوي، وقرعتها خلاص ديال الماء. صافي، وكان هذا هو يعني الروتين اللي كندير لبنتي. دابا من بعد ما ساليت، هذه 7:30 غادي نفيق بنتي. انا قبل ما كنفيقها كنشعل لا تيلي، شويه تسمع الصداع، كنشعل عليها الضو ونفيق. دودو دودو نو تمام ليكول لا نوتي نوت يلا دودو دودو دودو. انا ديما بالليل كنوجد لبنتي نحوايجها بالليل، باش مشي حتى الصباح عاد كنشوف شنو غتلبس. هذه اللبسه اللي غادي تلبس، هذه مشاتها ولاستيك اللي غندير لها، هذه لا بلوز ديالها، بارفان ديالها. صافي، غادي يبقى لي نجبد لها غير لاسبا اللي غادي تلبس. صافي، وهكا صافي غادي نلبسها، وعلى ما يجي ترونسبور نهبطها للترونسبور. فصافي، هنايا كانت 9 تقريبا ديال الصباح، جمعت الدار، جمعت البيوت، يعني جمعت كاع الروينه تقريبا اللي كانت. صافي، ومن بعد ما ساليت جلست خديت قهوه ديالي، وكانت هذه هي نهايه ديال الفيديو. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش تابوناو معايا الى عجبكم.